حبيبي يعني باختصار خلاص بايثون خلاص بقيت عارف البرمجه كويس، لسه في كتير لسه هتقعد عمرك لو انت شغال في المجال ما هتقعد وتتعلم جديد. ده المحتوى اللي انا شايف من اصله ان هو ده اللي يخليك عارف برمجه كويس. وبعديها طبعا الانطلاقات ما بتنتهيش. الحاجه الثانيه قلت لكم ما تشتتوش ابدا، خلاص بايثون تكمل بايثون ما تقعدش تناطق ما بين اللغات تضيع نفسك. سيبك انت بقى اللغه نوعها ايه، هي بايثون ولا جافا ولا السي شارب احسن ولا البتاع احسن، سيبك من الكلام ده، ركز في لغه كلهم بيحلوا نفس بيوصلوا نفس النتائج، فما تشغلش بالك قوي. في نفس الوقت قلت لكم ان شاء الله هعمل لكم زي ما قلت اسئله امتحانات، بحيث اللي عايز ياخد شهاده امتياز في الكورس، وهي الاصل شهاده امتياز والله، لكن الاصل ان الاسئله بتخليكم تذاكروا. يعني لما يبقى في امتحان هيخليك ايه؟ تضطر تلم الماده كده وتقعد تسهر كده وتلم الماده كويس والكورس تراجعه من كله لاخره مش عارف، فاهمني؟ فهي الاصل انك تجبر ذاتك على كنك على انك تقدر تلم الموضوع، فاهمني؟ بس مش عارف. فين بقى يا دكتور الحضرات المسجله؟ مفيش؟ مسجله، حضرتك بقالك كتير ما رفعتش. يعني على قد ما اقدر اسجل، لان طبعا الوقت ما كانش مسعف قوي. خصوصا اللي فيه اكزامبل بس يا دكتور، يعني حل الاسئله مثلا. اللي فيه اكزامبل مثلا. ديكشنري مثلا. لا حضرتك الدكتور طبعا كمان دي كان ليها فيديوهات مسجله فيها؟ ان شاء الله كل الحاجات اللي عليها كان اخر حاجه سجلتها ان شاء الله لو فيما بعد حتى سجلتها ابعت لكم الكورس، يعني اي تجديدات هحطها في الكورس ابعتها لكم حتى لو الكورس انتهى، فاهمني؟ ما فيهاش حاجه يعني كماده علميه يعني بتفضل موجوده، وبرفع لكم توفيق فيديوهات جديده ربنا يبارك في حضرتك بتوصل لكم ان شاء الله. اما الناس اللي دخلت ومش هتقدر تجتاز الامتحان او كده وما تحبش ضغط الامتحان، بيبقى ليهم شهاده كده زي شهاده زي كده ان شاء الله، هي بس الشهاده هو حضر كورس كويس حضور فقط، يعني ماليش دعوه هو حضر يعني كان بيحضر فعلا معانا ولا ما حضرش ولا كده كده، هي بتبقى شهاده حضور بس كده تشجيعيه ان هو يعني يحاول يستمر او كده، لكن الامتياز هي اصل الشهاده. في تكملة يا دكتور بقى بعد كده؟ بس عفوا دكتور، ممكن بس تأكيد ترفع لنا المحاضرة رقم 16 و17، يعني محاضرة اليوم ومحاضرة أمس. إن شاء الله بإذن الله. السؤال الثاني معلش. نعم. تفضل. بقول لحضرتك في إن شاء الله هنبدأ الكورس الجاي إن شاء الله. هو الكورس هيبقى بايثون أو بايثون وركينج ويز ديتا. يعني البايثون ازاي بتشتغل مع البيانات باذن الله نتناول فيه ازاي بتتعامل مع ملفات الجيسون مع الاكس ام ال مع السي اس بي فايل مع الداتابيزز، وطبعا ده اللي هياخد وقت اكتر من الجيسون. لا جيسون مهم، لكن سيبك من الاكس ام ال والسي اس بي والحاجات دي حاجات جانبيه ممكن اي حد يكون بص عليها يتعلمها، لكن اصل الشغل بتاع الداتابيز. وان شاء الله باذن الرحمن انا ناوي باذن الله هيبقى في جزء ادفانسد جدا اللي هو نشتغل في التعامل مع الداتابيزز الحديثه من خلال الباي سبارك. الباي سبارك ده شغل عالي عشان الناس اللي بتحب اناليتكس او اناليسيز، تحب تشتغل داتا ساينس او بيج داتا او كلام من ده، هيبقى انطلاقه كبيره في الكورس القادم دكتور. في اطار في الكورس ان شاء الله في الكورس القادم باذن الله ان شاء الله. متى راح يكون بتتوقع دكتور؟ ان شاء الله يعني النهارده 16 مثلا يبقى مع اول، يبقى ان شاء الله اول الشهر باذن الله. طيب ان شاء الله بنكون يعني ماشي ان شاء الله عشان ندرس. يا دوبك اسبوعين باذن الله يعني كل الناس كويس عشان يا دوب حلوين. وزي ما قلت لكم ده المحتوى بتاعه ان شاء الله. يا دكتور هو الفريم ورك اللي هنبرمج بيه البايثون، يعني مثلا حبيت اعمل موبايل ابلكيشن هيبقى الجانجو ولا مش هنيجي جنب الفريم ورك؟ الجانجو ما بيعرفش يعمل الموبايل ابلكيشن،
يعني ولا ابلكيشن ده جامبو ده بتاع موبايل قصدي بتاع ويب. انا اعرف ان هو الفريم ورك يعني البايثون وخلاص. لا هو ويب فريم ورك هو فريم ورك، لكن الموبايل ابلكيشنز دي في البايثون ليها فريم ورك خاصه بيها، اشهرهم مثلا اللي هو عضو اشتراكي اسمه ايه؟ اسمه كيب. كروم كيبي هو بيعمل موبايل ديفلوبمنت يعني، وفي بي ويب برضه بيعمل موبايل ابلكيشنز يعني ممكن يكونوا ممكن ناخدهم يعني يا دكتور برضه ولا ايه؟ ده نعملهم كورس لوحدي يعني، ممكن ان شاء الله نعمل بعد الداتابيز وكده. اسم بس موبايل ابلكيشنز يعني يبقى نحط فيه كي في مثلا او كي بيز ونشوف الحاجات دي بتشتغل ازاي يعني. فالله المستعان يعني. لو في اي اسئله استفسارات او انتقادات او حاجات شايفها كويسه دكتور انا في الله يجزيه الخير والله يعطيك العافيه، بس انا عندي ملاحظه ممكن في المرات القادمه نغير، مش عارف يعني اذا نغير الزوم لانه حاسس انه في صار مشاكل معه. تمام. وكمان بالنسبه النقطه الصوت، يعني الصوت انت لما بحسه مرات بيبعد كثير ومرات يعني في تشويش يعني ممكن النت، بس الصوت لو تركب مايكروفون يكون خارجي يكون اوضح يعني يصير. ما بعرف الميكروفون الخارجي مشكلته بس بيبقى سماعه، وانا بتضايق بصراحه من السماعات، لازم يكون معايا سماعه كمان لان انا على لابتوب يعني، فبتضايق انا في بتضايق من اي حاجه جنب وداني بتضايق منها ازاي شاب كله ماسك وداني. فاحاول اشوف حل ان شاء الله. ممكن اشوف حل تعلي الصوت او هيك يعني. طبعا تشينج الزوم ممكن نلاقي حاجه تكون افضل في الصوت يعني ان شاء الله. ممكن يكون لأن التسجيل عفوا ديسكورد ولا ايه؟ نعم في الاني ديسك والديسكورد برضه، دول برامج يعني زي الزوم كده بس اعتقد امن شويه. في جيمسي، في مايكروسوفت تيمز، في جوجل كده، بس اللي دول اللي انا اعرفهم بس يعني. لا كتير، مفيش مشكله يعني، ولا حاجات كتيره، فاحنا ممكن نجرب منها حاجه اللي تريحنا فيهم ان شاء الله. انا مش من عاد بحب اغير الاسلوب في الكورس دايما يعني، بحب دايما اللي بدانا بيه ننهي بيه، بس ان شاء الله مرجان هو الزوم حلو والله، الزوم حلو كثير رائع، بس مش عارف ليش، بجوز عشان ضغط عليه كثير يعني. طيب ده ان شاء الله ده طلب باذن الله نحققه. في حاجه ثانيه يا شباب؟ يعني هو بس انا عندي انا عندي الصوت بس يعني يكون كلير يعني اكثر من هيك، لانه تسجيلك انت دكتور لما كنت تسجل لوحديك اوكي بفيديوهات الاول مره كانت ممتازه كثير يعني، كان صافي ونقي. بسبب برنامج خارجي بياخد مني انا على طول، معناها ان الصوت عندي كويس، لكن الصوت اللي عبر زوم هو الوحش، فاهمني؟ انا بسجل بالبرنامج بياخد الصوت كويس، فمعناها خلاص اوكي ان الصوت ما عنديش فيه مشكله. المشكله طيب يا دكتور الرينج برضو بتاع النت في الزوم وكده، عشان برضو اعرف من حضرتك المفروض يكون كام ميجا ولا ايه يعني مساحته؟ لا ما هو كام ميجا كام ميجا دي ايه المناسب بس يعني ايه المناسب؟ كم يعني مش كم ميجا سرعه النت يا دكتور؟ سبيد يعني صح؟ ايوه سرعه. ايوه بالظبط كل الانترنت الحديث، لو انت مش محدثه لكن لو حديث كل الجديد عالي يعني. احنا عندنا مثلا ايه؟ لا محدثين والله. بقول لك هتلاقي مثلا ايه، لو انت مثلا وي شبكه وي لو انت على 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 السرعات الجديده، في سرعات قديمه وفي سرعات جديده، هتلاقي مثلا سرعه الميجا وال2 ميجا والكلام ده كله، طبعا ده هتلاقيه بسيط يعني، لان يعني من تعالي والله ما بيوصلش بالمستوى ده، لكن هو فعليا هتلاقي في الباقات اللي هي سوبر والكلام ده هتلاقي كل الحاجات دي كلها عاليه، ما عندهاش اصلا اي مشكله. بس شوف نفسك انت لسه على القديم ولا شغال على سوبر ولا ميجا ولا الترا ولا ايه، ده اللي هيفرق يعني. لكن هما دلوقتي على الراوتر اللي هو الكمبيوتر اللي هو الراوتر بتاعهم الجديد ده السريع ده،
مش مجمع اسمه، محدثه عليه هتلاقي نفسك الدنيا عندك سرعه، بس صدقيني المشكله مش في السرعه، المشكله بتيجي دايما من الحاجتين، اما في اجهزه كتير مستغله الانترنت، يا اما الجهاز بتاعك بيبقى بيعمل داونلود بي او اسف بيعمل ابديت للويندوز مش واخده بالك في وقت المحاضره. ايوه هو على طول كده فعلا يا استاذ، على طول فده بياخد من الانترنت كتير وبيبطئ الانترنت وبيبطئ المحاضره وانت مش واخده بالك. لازم تقفل الابديت، لازم تبقي قافله الاجهزه اللي حواليك بحيث تستفيد من الانترنت في الوقت ده. الحاجه الثالثه ساعات بيبقى في اخر الشهر هم بيقللوا السرعه اوتوماتيك، فده برضه بيعمل ضغط وانت عندك الانترنت مفروض كويس. الحاجات دي بس هي اللي، لكن لو انت على حاجه اللي هي 8 ميجا 16 ميجا مش عارف ايه سرعه، كل ده عالي جدا، كل ده يعني هي من اول 8 وانت طالع ده كويس في السرعات. طبعا انا بتكلم على مصر طبعا عشان الناس اللي بره مصر مالهاش دعوه بيه، ماشي؟ اللي بره مصر مالهاش دعوه بيه، مالهاش دعوه بالكلام ده يعني. خلاص يا عادل، سرعات ثانيه ودنيا ثانيه. احنا عندنا دكتور سرعات فعلا ممتازه، بس البطء بيكون من عندكم، من لناش دخل. كده يا دكتور جبت لنا الكلام حضرتك. انا مش انا بس اوضح ان الانترنت عندك يعني حتى لو هو فعلا 5 ميجا بس او 4 ميجا بس، بس فعلا فعلا مع برامج الانترنت سبيد صدقني هيبقى كويس. تمام. انا بشوفها كويس. هو اخر حاجه بس يا دكتور، دلوقتي انا لما ابدا اراجع الكورس من اوله، لان كان عندي امتحانات وكده فلسه ما راجعتوش من اوله، لو في حاجه او اكزامبل وقف في قدامي يعني اسال حضرتك ولا اعمل ايه؟ ارجع لي الفيديوهات. طيب ماشي 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 يا دكتور. طبعا لو في سؤال سالته على الشات كده مش كده طبعا متابع معكم يعني ربنا يبارك فيك فتره طويله باذن الله باذن الله ربنا ما ينزلش في حياتك. طيب اي تاني بس بدايه اول اكتوبر دي مفروغ منها يا دكتور عادل. ايه؟ بدايه اول اكتوبر دي مفروغ منها، مش محتاجه لتنبيه يعني. لا ان شاء الله باذن الله، باذن الله بدون مقاطع باذن الله. انا حتى ممكن اجهز الإعلان على الدورة إن شاء الله خلال بكرة أو بعد إن شاء الله. طيب الموضوعات اللي باقية دي مش محتاجة الواحد يحصلها بنفسه، مش محتاجة حاجة تانية. لا أنا هتحصلها بنفسك مش مشكلة، ولو ما حصلتهاش مش هتبقى لك أزمة، باستثناء مثلا الريفلكس فيجن دي حاجة أدفانسد وحلوة ومستخدمة بشكل كويس، بس برضه لو ما حصلتهاش مفيش مشكلة. لكن الديتو التايم مثلا حاجة مهمة، لأنك لو احتكيت بديت أو تايم هتبقى محتاج تبص عليه، بس أنت لو بصيت عليه صدقني هتلاقي نفسك فاهم يعني. يعني مثلا هتلاقي مثلا فانكشن اسمها يير، تديها التاريخ بترجع لك اليير بس، صعبه دي؟ لا. لقيت فانكشن اسمها مانث، تديها التاريخ والتايم ترجع لك المانث، وهكذا هتلاقي في حاجه اسمها داي، وهكذا هتلاقي في حاجه اسمها اور، وحاجه اسمها مينت، وحاجه اسمها سكند، يعني حاجات بس تضيع وقت، بس انت بصفت لما تبص عليها تعرفها يعني. تمام الكلام. تمام؟ تمام. نعم. دكتور بالنسبه للاكزامبل ممكن ترسل لنا اياه؟ انا ماشي، انا بقى الله يسلمك يعني كويس انك بتفتكروا، لان انا مش بفتكر. انا كتبت ماشي، هبعت لكم اكزامبلز وقلنا كمان نعمل ابلود الفيديوز اللاست والبرزنتيشن الباقي. شكرا لمجهودك وتعبك معانا يا دكتور. والله شكرا دكتور، الله يعطيك العافيه. هل في اي شكاوى او اي ملاحظات ثانيه ولا كله تمام؟ ان شاء الله كل شيء تمام. شكرا لكم، طولت عليكم، ان شاء الله اشوفكم بخير باذن الله دائما يعني، مش بس دائما باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.